الصيفون. الصيفون. تعني؟ طيب. إحنا إذا نترك برضو إيش مع وقت الآن شوية. إذا في برضو قضايا تانية حابين تطرحوها. لا بس شوية. إذا حطوا إذا ليش وعرفهم؟ ليش وعرفهم؟ شيء طبيعي إذا هم لما يدخلوا ما يعرفوهش. بس هو بس السؤال. السؤال اللي جيد نعالجه. انتوا بالكم ليش يوسف عليه السلام جعلهم يروحوا ييجوا بهذه الطريقة؟ مش من أول مش ليش من أول يوم كشف لهم القصة؟ في البداية وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم واضح أنه بده طريقة يرجعوا فيها. الطريقة الأولى اللي بيرجعوا فيها تمام. طيب ليش يرجعوا؟ بين حالك وخلاص. لا لا في المرة الثانية قالوا بتجيبوا ايتوني بأخي لكم من أبيكم. طبعا بعد ما تستدرجهم يا رب تعرف الواحد لما يكون عنده معلومات بيقدر ببساطة يطلع المعلومات من اللي قدامه بسؤال. طبعا أنا عارف اللي بدي إياه شيء ما بقدر أطلع. هو عارف إنه فيه أخوه كذا بيستدرجه. ما شاء الله عشرة كلهم رجل واحد أو ما كلنا رجل واحد الموحدين بس في تنتين. أنتوا يعني الثانية هاي شو عندها؟ عندها كذا وين هذا؟ شو أنت بتقول كيف هاي بس اللي بسيطة اللي عنده معلومة إنه يستدرج اللي قدامه ويأخذ المعلومة بعدين يقولوا إيه هذا ضامن أنت ابن الضرة يعني عشان ابن الضرة ما تجيبوه تطرقه ما تجوش إلا تجيبوه هيك والله منطق أنت بتقول كيف؟ فهون هون طيب بعدين أخذ أخوه. إذا أخذ أخوه خلاص مسكه بدهم يرجعوا الأول البضاعة بترجعوا أكيد أخوه بيرجعوا تمام. طب ليش هذه المرمقة حتى في الأخير لحظة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يعني جايين مستويين. ليه آخر سنين القعد آخر سنين ما هم شيء أصلا. إذن فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجنة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. شوف وين وصل فيهم وتصدق يعني اللي جايبينه مكفيك فصاروا عبطون بالصدقة. إذا واصل الأمور في وهذا لما تكون في أواخر سنين القحط وقحط عام لازم يظهر بهذه الطريقة. طب إذا ليش هم ما تبالكم في الأخير لكشف عن نفسه؟ ممكن يكون كالتالي. لا نحاول نشوف شو ممكن يكون قصد يوسف عليه السلام. أولا عرفوا والجماعة جايين في أول سنين القحط يعني حالتهم مرة كويسة وجديد متعرفين على البلاد دلوقتي إنسان لما بينتقل من وطن إلى وطن ثاني لابد أول شيء إنه يألف هذا الوطن الثاني. اثنين أكثر الناس مرتبطين بوطنهم مش مستعد قارن بين هون بلاد هون أحسن إلا لأسباب قاهرة. لو من أولها كشف لهم وقال لهم بتيجوا أنتم أبوكم كذا لا يا أخوي إحنا الله يبارك فيك ما أنا غلطان. الواحد دايما بتلاقي إيش ميال يبقى في وطنه أكثر خصوصا بعد ما يلفش الوطن الثاني يعني بيخاف الإنسان في الوطن الثاني بيكون غريب فهو مش مهيأ. إذا بدنا نعطيهم أولا فرصة لحظة فرصة إنهم يألفوا البلد أي يدخلوا البلد. اثنين الميرة اللي بياخدوها بودوها للبلاد برضو بتفيد أهل المنطقة هناك ممتاز. لما بدأوا تكون مجاعة حقيقية وعدة مشاوير وإلفوا وصار في لهم واحد يتكلم معهم وصاحب منصب التفاصيل هاي كلها وصلوا درجة المجاعة الآن جاهزين ينقلعوا من وطنهم ولا جاهزين
جاهزين يقتلعوا، واي وقت بيقتلع عليهم على طول ما بصدقوا، ما الناس بدهم يموتوا، ما الناس بدهم يموتوا لانه برضه ما فيش افق عندهم. ليش ما يتركوا؟ اصلا كثير ناس كانت تترك اوطانها نتيجه المجاعه، نتيجه المجاعه. وكانوا حتى هون في البيره مثلا، في كان زمان عند التاريخ شعار يقول، كانت تسيب الناس احيانا ارحل على ارحل عن بلدك ولا تبيعه، ارحل عنه وتبيعوه لانك ترجع له، ممكن ممكن ترجع له تبحث. ليش شو اللي بده يرحله؟ لما كانت تصير تصير المجاعات. فلذلك لما شافهم مستويين كشف عن نفسه. بس انتم ما بتلاحظوا لما كشف عن نفسه كان عارف تماما انه بده يجوا حالتهم تمام، كان مهيئ وجالس اخوه جنبه. لذلك اول ما دخلوا نظروا الان ضربته لانه بيعرفوا اخوه. لما بيقولوا الاخوه اللي من ام وحده، اب من ام واب، هذول اثنين اخوه وجالسين على العرش مع بعض وملبسوا اللباس اللي بيشبه لباسه، على طول بربطوا بالشمال. شو هو معه؟ خصوصا طبعا انت بتتهموا بالسرقه، ايش مقعدوا عندك في السرير؟ انت بتتهموا بالسرقه، ايش مقعدوا بالسرير؟ وجود اثنين خليهم ايش؟ لذلك ثم يبدو انه اشار هو باشاره اعطتهم مجال انهم فعلا انه هذا يوسف، اي شكل هذا طبعا. على الاقل بتستطيعوا انتبهوا انه هذا يوسف من خلال اول شيء اخوه جنبه، وصار عندهم شك انه يوسف، على طول دق في الذهن تذكر شيء الملامح بتضلها. لذلك بنوريكم احيانا صور الولاد الصغار بس بقول لك هذا تطلع او بتلاحظ فيه الشبه الموجود، اما لو اعطيناك الصوره بتقول لك مين هذا ممكن ما تعرفش، اما هو يطلع لك الصوره بقول لك مين هذا هو. فلذلك الدليل انه اخوه جنبه، لاحظوا شنو قال؟ قالوا يعني شو قالوا مؤمن؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وهو اخيه؟ انتم بالكم هو كان بس يتكلم ولا يأشر؟ انا اتصور ممكن بأشر فيه. هو اولا لما كان قاعد اخوه جنبه هم شكوا له، ايش القصه؟ لما بدا يقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ انتبهتوا اخيه؟ طب شو دليلي انه اخيه قريب منه لهالدرجه يعني؟ كمان ما هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ خلاص على طول شو بصير؟ عملية الربط والسرق. بس كانوا ايش؟ أئنك لأنت مش إنك، أئنك لأنت يوسف. الدليل أنه جنبه شو قال؟ قال أنا يوسف وهذا، لو كان بعيد شو قال؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. تبقى كيف الآن هم جاهزين إنه يتركوا البلاد. لذلك لما قال لهم اتوني باهلكم اجمعين طبعا قديش كانوا عددهم ليش؟ لانه اذا كان هو من اذا كان هو قبل الصغير بواحد وممكن يكون عمره 40 سنه اقل شيء، معناته تصور هذولاك ايش الكبار، يعني في ابن ال 80 وجزء ابن ال 90 اللي وراهم اولاد ابن 60 وشيء والاحفاد ابن 30 و 40، اذا قديش هم؟ كثار. ممكن يكون واتوني باهلكم اجمعين، يعني بني اسرائيل هو يعقوب اذا كان هو اسرائيل يعقوب هو اسرائيل.